اليوم بمشيئة الله تعالى نتعلم مع بعض معلومتين مهمين جدا في الرسم. المعلومة الأولى هي إزاي نرسم منظر طبيعي لمنطقة جليدية. المعلومة الثانية إزاي نرسم منظر طبيعي وقت غروب الشمس. إن شاء الله البداية مع خط الأفق، بحيث إن مساحة السماء بتكون أقصر أو أكبر قليلا من المساحة اللي هي مساحة اليابس. فعند خط الأفق كده بلون غامق وبفرشاة قلم بنبدأ نقسم اللوحة بتاعتنا بهذا الشكل، والبداية بتكون مع اللون الأصفر، اللون الأصفر الكناري أو اللون الأصفر الفاتح. بنجيب على نهاية اللون الأصفر بنبدأ نضع درجة لون برتقالي قليل من اللون البرتقالي، هكذا بنفس حركة الفرشاة اللي هو التقوس اللي حضرتك شايفه ده. وبعد كده ببدأ أدمج هذا اللون البرتقالي، أمزجه مع اللون الأصفر، حتى لو اضطريت أن أنا أجيب أصفر تاني وأعيد على البرتقالي علشان يبان البرتقال ده لون ضعيف جدا. دي البداية المعتادة لمنظر الطبيعي اللي هو وقت غروب الشمس. لكن الجديد هنا أن احنا إزاي نملأ المساحة اللي على جانبي اللون الأصفر أو البرتقالي. هذا بجيب نقطة أحمر، يعني نقطة أحمر مع كمية أبيض كتيرة، وبجيب منها درجة لون اللي هو اللون الوردي الفاتح قوي أو الفوشيا الفاتح قوي أو زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا الفرشة مكانها قليل من الأصفر مع البرتقالي. ببدأ أملأ المساحة على الجانبين بهذا الشكل، وركز بقى علشان هنا هيحصل عملية دمج للونين. شوف وأنا داخل على اللون الأصفر أو البرتقالي الفرشة بتبقى في نفس اتجاهها بنفس حركتها هكذا، بحيث ان يحصل تدرج للون من الخارج للداخل. ركز في المعلومة دي، مهمة جدا لانها بتساعدك في انك انت تسيح الالوان بشكل احترافي. اول معلومة معانا النهاردة علشان تعمل مزج للالوان بتكون حركة الفرشاة واحدة. يعني ايه؟ يعني اتجاه حركة الفرشاة بيكون ثابت علشان يحصل دمج للالوان بهذا الشكل. لاحظ حركات دائرية كلها نص أقواس ولكن متتالية ومتلاصقة ورا بعضها. بنبدأ نزود درجة اللون الفوشيا من خلال ان احنا بنضيف نقطة أحمر على الأبيض، وبنبدأ نملأ على جانبي المساحة الصفراء اللي هي في النص، طبعا أصفر مع قليل جدا من البرتقالي. اللون الفوشيا ده مش هيفضل زي ما هو كده، أمال هنعمل إيه؟ هبدأ أضيف الأبيض وأكسر هذا اللون الفوشيا من أعلى لأسفل. ركز كده علشان يحصل تدرج للون. ببدأ أدخل على اللون الأصفر كده على نهاية قرص الشمس، وببدأ أخد منه بنفس اللون ده. وشوف الفرشة بتاعتك بتكون فرشة ناعمة، لأن الفرشة اللي معايا دي فرشة 3/4 البوصة مقاسها، فرشة أنجلو فرنساوي طبعا قديمة وشعرها ناعم وبتساعد معاك جدا في مزج الألوان. بعد كده بنفس لون الفرشة بجيب اللون الأزرق مع القليل من الأبيض، وباخد حبة مية خفيفة على الفرشة كده مع اللون، وببدأ أعمل مزج للون الأزرق مع اللون الأصفر والفوشيا اللي حضرتك شايفه ده أو مع ألوان الغروب. لكن في البداية قبل ما أعمل المزج ببدأ زي ما حضرتك شايف كده بملأ الحوالي 5 سنتي اللي فوق بهذا الشكل لون أزرق فاتح. وبعد كده أبدأ بقى أجيب درجة لون أبيض مع سنة لون فوشيا، وأبدأ أدخل على الأزرق، والفرشة كده كده فيها لون أزرق، فبتبدأ تخلط ما بين اللون الفوشيا واللون الأزرق بالشكل اللي حضرتك هتشوفه ده. هتجد مع حركة الفرشة اللون بيندمج مع بعضه بشكل واقعي جدا. طبعا اللي بيساعدك، والمعلومة اللي أنا بأكد عليها، اللي بيساعدك هنا في أن اللونين يندمجوا مع بعض، أن إيدك بتكون حركة الفرشة حركة واحدة. شوف اتجاه الفرشة بيكون واحد ثابت من أسفل لأعلى أو من أعلى لأسفل، لو أنت ماشي خطوط مستقيمة تمام، لو أنت ماشي بتقوس مفيش مشكلة. بتيجي في منطقة كده وبتلاقي نفسك محتاج انك تتحرك بالفرشة بشكل دائري كده مفيش مشكلة. اهم حاجة حركة ايدك بتكون حركة ثابتة في اتجاه واحد، وبيبدأ اللونين يندمجوا مع بعض بحيث ان هو بيديلك درجة لون
كأن فيها كده تدرج من الغامق للفاتح. ببدأ إيه أشوف وأنا نازل لتحت، ببدأ أكسر اللون الفوشيا الغامق بدرجة الفوشيا الفاتح ده، وأدخل تدريجيا على قرص الشمس واحدة واحدة. ده بيديك الجو أو النور أو الحالة اللي موجودة حوالين قرص الشمس بشكل واقعي جدا واحترافي. طب بعد كده أبدأ أرجع بعد كده يا شباب للون الأصفر واللون البرتقالي مرة تانية، وخصوصا اللون الأصفر. ليه؟ لأن المفروض أن الحالة اللي احنا عملناها من الإضاءة دي بتكون في الخلف، واللون الأصفر بيكون أمامها أو أقرب شوية. فبالتالي بجيب اللون الأصفر أهو شوف، وببدأ بنفس الحركة اللي بدأت بيها في الأول بشكل دائري هكذا، وأبدأ أطلع لفوق واحدة واحدة لحد ما الاقي اللون بدأ يطغى على اللون اللي أسفل منه، بحيث أن الأصفر يكون أكتر من اللون الفوشيا هكذا. بدأت أضيف عليه سنة برتقالي خفيفة، وشوف بقى الحركة دي، أيوة دي أهي، بدأت زي البداية اللي ما بدأنا في الأول الفيديو باللون الأصفر مع البرتقالي هو نفسه، ولكن دلوقتي أنا بخلي اللون الفوشيا، أصبح اللون الفوشيا هو اللي في الخلف، حالة من الضوء القوي جدا تملأ السماء بشكل واقعي وطبيعي. وبعد كده اللون البرتقالي اللي هو خارج من الشمس ناتج عن قرص الشمس بيفرش على وبيطغى على هذا اللون الفوشيا، فبيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شوف بقى وانا رايح بالفرشة من الداخل للخارج كده بيبدأ اللون يضعف معاك تدريجيا. تعالوا بقى نرسم المنظر الطبيعي النهاردة بدون استخدام للون الاسود. ازاي؟ مش هستخدم لون اسود ابدا في اللوحة بتاعت النهاردة. يعني المنظر الطبيعي اليوم يا شباب، ودي معلومة تالتة اهي ومهمة جدا، ازاي ترسم منظر طبيعي وتحصل على اللون الاسود في المنظر الطبيعي بدون لون اسود. ازاي؟ طبعا يا شباب هو اللون ما بيبقاش لون اسود صريح، ولكن هو ده الطبيعي في رسم المناظر الطبيعيه، انك انت ما تستخدمش الاسود الصريح، ولكن تحاول تصل لدرجه اللون الاسود من خلال بعض الالوان. ايه هي الالوان اللي هتجيب لك اللون الاسود في المنظر الطبيعي اليوم؟ هقول لحضرتك حالا. طبعا انا هنا خلطت اللون البرتقالي على اللون الازرق، اعطاني الدرجة اللي حضرتك شايفها اللي هي قريبة من الالوان وكأنك بتضيف عليها سنة اسود، ولكن هي ما فيهاش اسود ولا حاجة خالص، تمام؟ يبقى وصلت للدرجة الغامقة دي ازاي، او الدرجة الداكنة دي ازاي؟ من خلال اضافة اللون الازرق مع خلطه مع اللون البرتقالي، بيبدأ يقلب معاك اللون ويدي لك درجة لون غامقة قريبة جدا من اللون الاسود هكذا. طبعا عند خط الافق وبنبدأ نرتفع بشجرة، دي شجرة اهي احد الاشجار، ودي شجرة اخرى، بتبدأ تشتغل هنا في المكان ده باحجام للاشجار، بتكون احجام مناسبة جدا للوحة بتاعتك، فبيكون حجمها هكذا يبدو صغير، ولكن ده الحجم الطبيعي للشجرة في هذا المكان. يبقى أهم نقطة عندك هنا في المنظر الطبيعي اليوم هي الخلفية، خلفية السماء وألوان الغروب. طبعا اللون البرتقالي هنا بيلعب في رسم الأشجار دور مهم جدا. شوف حضرتك بتبدأ تكسر هذا اللون البرتقالي بالألوان اللي هي البرتقالي مع الأزرق بالشكل ده، يعني كل الألوان بتاعتنا ما فيهاش لون أسود خالص، ولكن هي جاية من الأزرق والبرتقالي. لكس كده، هنا دي شجرة قريبة شوية ومرتفعة، فبيبان حجمها أعلى وحجمها أكبر بهذا الشكل. شوف بقى اللون الأسود بيبدأ يظهر معاك إزاي من خلال استخدامك وخلطك للون البرتقالي مع اللون الأزرق. ببدأ أضيف على هذا اللون درجة الأبيض، بيديك درجة كده زي التلجي، ورحت هنا على البرتقالي. شوف بقى هنا انا بحاول اجيب الاشجار البعيدة جدا اللي هي اسفل تحت قرص الشمس مباشرة، بتكون واخدة هذا اللون الباهت، اللون اللي تشعر وكأن الشمس تقع عليه بشكل مباشر هكذا. الحواف او الاجناب، اجناب الاشجار من القريبة من الشمس بتكون واخدة، هتاخد لون احمرار شوية، لان شعاع الشمس قوي جدا في الاماكن دي. ولكن خلينا نمشي واحدة واحدة. بدأت اضيف الابيض
على درجة اللون الغامق دي تديك درجة لون تلج جميلة جدا تقدر تشتغل بيها وتجسم بيها الأشجار هكذا. هنا حركة جميلة جدا هفرش بيها مساحة اليابس ازاي؟ انا بحط الفرشة في المية، خلي بالك دي نقاط مية باللون اللي هو في الفرشة، وبدأت اجيب حبة ابيض زي ما انت شايف كده وابدأ املأ المساحة كلها، تديك ارضية قريبة جدا جدا من درجة اللون التلجي. شوف ازاي وصلنا للمرحلة دي، ركز فيها وحاول تعيدها وتشوفها مرة تاني، دي معلومة مهمة جدا. وانا بقول لحضرتك انا بشتغل بالشكل ده، عايز اجيب ارضية فيها انعكاس للسماء وفيها الوان التلج هكذا، بجيب احط الفرشة في المية زي ما حضرتك شايف، شوف الفرشة ايه فيها نقاط مية، بص على الفرشة شوف دي بعض النقاط من المياه بنفس اللون اللي في الفرشة اللي هو اللون الغامق ده، وبجيب الابيض وابدأ المية هنا بتساعد في الدمج وبتعمل عملية دمج كده للارضية كلها بالوان بصراحة هي الوان قريبة جدا من الالوان التلجي، وكأن السماء منعكسة في اللي على اليابس تمام. وبتبدأ تكشف واحدة واحدة باللون الابيض تدريجيا هكذا، شوف شوف الفرشة وشوف دمج الالوان، سهل جدا على الفرشة ان هي تعمل عملية دمج هنا، لان الالوان بتاعتك الوان على ورنيش زي ما تعلمنا ان احنا بنضيف المركزات بتاعتنا على ورنيش مائي، ده بيخلي الالوان تظل معاك بتكون لا تجف بسرعة، واللزوجة بتاعتها بتكون جميلة جدا، فده بيسهل ويساعد معاك عملية الدمج. شوف الفرشة وشوف شعر الفرشة بيعمل ايه مع الالوان، حالة من الدمج كده بتديك بتوزع اضاءات بشكل معين. شوف اللون الاسود هيبدا يظهر قدامك اهو، بقول لك انت تقدر تجيب اللون الاسود من هنا من خلال اضافه اللون البرتقالي على اللون الازرق، ده بيديك درجه قريبه جدا من اللون الاسود، وبتتماشى هذه الدرجه مع الالوان اللي هي في المناطق الجليديه او الثلجيه تمام. بفرش بعض الظلال هكذا، المنظر الطبيعي سهل جدا. وانا هنا شباب بتعامل مع المبتدئين، بنقول يا شباب يا فتيات يا مبتدئين ومبتدئات، الناس لما بتيجي تشتغل منظر جليدي بيكون صعب عليها جدا، فاحنا بنحاول نسهل لكم الامور بكل بساطة. شوف بقى هذا الانحدار وشوف حركة الفرشة، قلت لك قبل كده في فيديوهات سابقة ان الفرشاة هي اللي بتقدر تتحكم فيه، انت تقدر تتحكم في الفرشاة بحيث يديك العالي والواطي في مساحة اليابس هكذا. اهو بنضيف الابيض كده، طبعا الفرشة فيها اللون الغامق، فكل ما بتدوس على الفرشة بتجيب من قلب الفرشة اللون الغامق وبيبدأ يختلط باللون الابيض هكذا، فانت هنا بتوزع الضوء الساقط على الارض من خلال اللون الابيض بحيث انه بيظهر قدامك كما وانه لون ثلجي او جليد موجود على الارض هكذا. ده التأسيس ودي البداية بالنسبة لمساحة اليابس. مساحة الغروب او السماء انتهت، الاشجار خدت احمرار ولكن فيها بعض الشغل طبعا لسه ما انتهتش. لاحظ هنا اللون الابيض، شوف هنشتغل بيه وهنعمل ايه علشان ندي الفينش لمساحة السماء وغروب الشمس. ده مش قرص الشمس على فكرة في شكله النهائي، ولكن دي مرحلة من مراحل رسم قرص الشمس. بحط اللون الابيض بالفرشة كده، بعد كده ابدأ اضيف عليه سنة اصفر بسيطة، وبحركة دائرية اعمل حالة من الاضاءة الشديدة جدا من اللون الاصفر هنا، علشان هاجي اقول لحضرتك ازاي بقى تحط قرص الشمس بطريقة سهلة وبسيطة، وكاد يكون بعض الناس تشوف الحاجة دي على ان هي طريقة بدائية جدا، ولكن انا بشتغل بالشكل ده وحضراتكم تقدروا تحكموا في الاخر وجربوا بنفسكم. هجيب لون ابيض على صباع ايدي كده، اي صباع حضرتك من عندك او حضرتك، شوف ازاي اهو، وروح يا باشا في منتصف المنطقة الصفراء الفاتحة جدا دي، وابدأ دوس دوسة خفيفة جدا واطلع بايدك تاني، شوف قرص الشمس انتهى هكذا بكل سهولة، والضوء حواليها حوالين قرص الشمس جميل جدا وواضح، وبصراحة طريقة سهلة، وعليكم انكم تجربوا هذا، ده بيديك واقعية افضل من انك تشتغل قرص الشمس بالفرشاة، وخصوصا ان حضرتك وحضرتك لسه ممكن تكونوا في بداية المشوار، فالفرشاة ما بتديكش ايه شكل قرص الشمس مظبوط يعني. باللون البرتقالي كده وبنبدأ
ندي توهج على الأشجار في ناحية اللي هي معرضة للشمس بشكل مباشر هكذا اهو زي ما حضراتكم شايفين، ولكن احنا مش هنسيبه بالشكل النهائي ده، لا، في هنبدأ نكسره بشيء من ألوان الجليد اللي هيجي على الأشجار دي، فيبدأ اللون البرتقالي يقل معانا تدريجيا. لون الأسود بنجيبه زي ما قلت حضراتكم اهو من البرتقالي على الأزرق، وطبعا الأزرق بيكون طاغي شوية، فاللون الأسود بتحس ان وراء اللي هو الناتج ده، اللون الغامق الناتج ده بيكون رايح للأزرق أكتر. بندي كده درجات غامقة على الأشجار هكذا، وبعد كده بنبدأ ناخد من اللون الأبيض نضعف هذا اللون، وكأن ضربات الفرشاة هنا بتمثل ليك شكل الجليد يعني. ولكن اهو لما تلاحظ الفرشة كده تبدأ تروح على الدرجات اللون الفاتح هكذا، ده جليد اهو بيجسم لك الشجرة. شوف بتروح بالفرشة كده على الابيض، ولكن مش الابيض مباشرة، الابيض بيبقى مختلط بالالوان الغامقة، فبيبدأ يديك الواقعية في رسم الاشجار هكذا. بنبدأ ناخد لون برتقالي ضعيف جدا هنا على الأشجار اللي هي عند خط الأفق كده، وبنديها الاحمرار بتاعها برضو أيضا هكذا بفرشة قلم رفيعة خالص حوالي 5 ملي، تبدأ تعمل حواف الأشجار وارتفاعات الأشجار بشكل جميل جدا. هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نرسم الان نرسم بيت بشكل جميل جدا وبطريقة يعني مبتكرة. دائما عادة يعني بنرسم السقف المنزل الاول، لكن انا هنا اصريت ان انا اقدم لكم هذا المنزل بطريقة جديدة، وهي ان احنا نرسم اجناب البيت الاول وبعد كده السقف يتكون لوحده تلقائيا او بشكل غير مباشر. لاحظ حضرتك دي الواجهة، وهذا اللون الغامق لجهة اليسار، ده الجنب اللي انا هزوده دلوقتي حالا، هيزيد وهيظبط الجنب مع الواجهة هكذا، وتشعر وكأن السقف تكون بشكل غير مباشر هكذا. اللي يظبط لنا الاداء ويظهر لنا المنزل اكتر الفرشة اللي باللون الابيض. شوف ادي السقف اهو، هنبدأ بقى ما علينا ان احنا ايه نلونه. ودي طريقة مبتكرة لكيفية رسم المنزل بشكل جديد، او تقدر ترسم الواجهة الاول والاجناب ثم السقف، او تبدأ بالسقف ثم الاجناب، اينما وجدت السهولة او الطريقة الاسهل ليك ابدأ بها هكذا ايتها الفنانة وايها الفنان. السقف بيكون محمل بالجليد فبيبان اللون الابيض فيه قوي جدا، ولكن عايزك تحافظ على ان جهة الشمال جهة ظل، فهيكون في بعض الظلال في السقف، ولكن الضوء بيكون اكثر من اعلى السقف من اعلى في السقف من اعلى هكذا، وعلى الحواف بتاعت السقف. بنبدأ نحدد كده زي الدور الارضي والدور العلوي في المنزل والشبابيك والبيبان وهكذا، ودي جليد، ده كل ده جليد حوالين المنزل، ده شباك اخر اهو، وهذا شباك اخر في الدور العلوي، وبعض هنا جدار عليه بعض الجليد، جدار كات اليسار بنرسمه بطريقة سهلة جدا درجة اللون الغامق. لاحظ ان انا للان لم استخدم لون اسود صريح في هذا المنظر، بعض الضربات بالفرشاة كده بيجسم لك الوحدات اللي مبني منها هذا الجدار، وبنبدأ نعمل امتداد للشجرة لأسفل اللي هي على اليسار، ودي أشجار أو شجيرات صغيرة أمام المنزل هنا ومحملة بالجليد باللون الأبيض هكذا، ولكن بدأت بالدرجة الغامقة الأول وبدأت تزود الأبيض هكذا. فزي ما قلت حضراتكم احنا هنا بنتعلم ازاي نرسم منظر جليد بسهولة جدا بأبسط الطرق، علشان
إخواننا وأخواتنا المبتدئين والمبتدئات اللي حابين إن هم يرسموا منظر غروب ولكن في منطقة جليدية فبيجدوا الصعوبة في رسم المناطق الجليدية، أسهل ما يكون إنك تقدر ترسم منطقة جليد بكل سهولة. وإن شاء الله هيكون لنا في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى قريبا أكثر من منظر طبيعي في مناطق جليدية، وهذا على بناء على طلب من الكثير من متابعي ومتابعات القناة. زي ما حضراتكم شايفين دي شجرة قريبة جدا، بعد ما بتدي درجات اللون الغامق بتبدأ تدخل بدرجات لون فاتح. من أهم وأحد أهم أسرار الرسم رسم المناظر الطبيعية إنك أنت كل ضربة فرشاة تقدر تحدد يا ترى الخلفية غامقة ولا فاتحة. لو الخلفية بتاعتك غامقة يبقى لازم تدخل بلون فاتح، ولو الخلفية فاتحة تدخل بلون غامق، هكذا كما تعلمنا في المثل العربي بضدها تظهر الأشياء، بضدها تظهر الأشياء، بمعنى إنك لما تيجي تشتغل منظر طبيعي جميل وعايز المنظر بتاعك يكون قوي لازم اللون الفاتح يكون على خلفية غامقة أو اللون الغامق يكون على خلفية فاتحة. ده مبدأ من أهم مبادئ وقواعد تلوين وإعطاء التأثيرات اللونية في المناظر الطبيعية. عموما نرجع لموضوعنا باللون الأبيض، وشو زي هنرسم الطريق بكل بساطة. طبعا الطريق هنا عليه كمية كبيرة جدا من الجليد والإضاءة فيه قوية، وببدأ أخد من الضوء اللي هو على الطريق وببدأ أوزع في المنظر. عايز عينك دايما وعين حضرتك أيضا فنانة على الفرشة، شوف الفرشة ماشية كده في الألوان بكل سهولة، بتاخد الفرشة في دمج بطريقة جميلة جدا بالشكل ده، بدأ يظهر لك انعكاسات للضوء في الأرضية. لاحظ بقى هنا ازاي هنرسم الطريق بشكل رائع. هجيب فرشة قلم وبجهز درجة اللون بتاعت ايه اللي انا هدي بيها الظلال في الطريق، هخطط الطريق كده من الضيق هناك عند النهاية دي مكان ضيق، وببدأ يوسع معاك كلما تقترب عند بداية اللوحة هكذا. بس بعد ما بتاخد الخط بالشكل ده بصباع ايدك كده وتعمل دمج، دوسي بصباعك على الخط ده هتجديه انه بدأ يخف ويضعف ويندمج وبيبان ظل طبيعي جدا او منطقة عميقة في هذا الطريق من او منطقة مرتفعة من الجليد وليها ظل. ناخد خط اخر، شوف ازاي اهو خط كده بكل بساطة، وابدأ بصباع ايدي كده اعمل دمج للخطوط دي فبتبان بشكل واقعي جدا اهو. اكتر من مرة رسمتها قدام حضراتكم حاليا، بتدمج بصباع ايدك كده على اللوحة، تدوس على القماش ما يهمكش. خط اخر ونعمل له الدمج بتاعه، بان كده الظلال والانعكاسات والضوء والظل اللي موجود في الطريق وتشكل الطريق بشكل جميل جدا. ببدأ اوزع الضوء هنا بهذا الشكل. اللوحة بتاعتنا لوحة جميلة، لوحة بسيطة، لوحة سهلة، اتمنى يا رب ان الجميع يقدر يقلدها. ما حبيتش ادي يعني عايز اقول لكم ان المنظر يقبل معاك، تقدر تحط بحيرة، تقدر تحط سياج، تقدر تحط حاجات كتيرة جدا يقبل منك اشياء كتيرة جدا، ولكن انا حبيت اخلي المنظر بسيط وهادي بحيث ان حضراتكم كلكم تقدروا تنفذوا ده. اتمنى ان حضراتكم تقدروا تنفذوا ده وتبعتوا لنا على الواتساب، ويعني دعواتكم لينا بالتوفيق، وان شاء الله اوعدكم فيديوهات جميله كتير. زي ما حضراتكم شايفين اهو بدات ادخل باللون الابيض كده، اضعف او احط جليد على الاشجار البعيده، ده جليد بيبدا يظهر قدام حضرتك على الاشجار البعيده بهذا الشكل اهو. هروح برضو على الشجره كبيرة اللي فوق، أبدأ أحط جليد كده أكثر التوهج اللي هو باللون الأحمر ده بفرشاة قلم رفيعة. تقدر تحط طيور، تقدر تحط حاجات كتير جدا، إنسان، كل حاجة تقدر تحطها في المنظر، ولكن أنا حبيت أختصر المنظر إلى المرحلة دي. طبعا دي الإضاءة اللي داخل المنزل، في ضوء، في نور طالع من الشباك في الدور الأرضي والدور العلوي أهو باللون البرتقالي والأصفر.
الوان بسيطه ولمسات بسيطه جدا، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. هكذا اكتملت اللوحه بشكل جميل، ما حسناش بالوقت مع بعض. لو حضراتكم وصلتوا للنهايه للمرحله دي، ما تنسوش تصلوا على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه العالمين. وكالعاده بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره زورنا في القناه، يسعدني اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. انتبهوا لشاشه النهايه، ان شاء الله هسيب لكم فيها فيديو رائع هيعجب حضراتكم. وزي ما قلت لكم اللايك بيفرق معانا كتير. في انتظار رسومات حضراتكم على الواتساب 002-011-577-66878. اخوكم محمد عبده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.